الامور اللي كيعجبوني القناه امتى بس نزلنا شويه العمل بالضبط عندي دموره ثانيه العمل كان عندي لولك العمل بالضبط عندي يعني حيظبط ان شاء الله ولا رب احد ارفع رجلك كده ارفع بس ريل ده عشان بس اعرف الناس ان الشغل دوت مش حلو. الناس اللي مفكرة ان الحدوة بتغيب حلو لا اكبر غلط. تخلي المهرة تصبع هي باينة في الفيديو. ارفع كده بقى الحدوة تاني ما ينفعش الناس تصورها. لا هي المهرة بنت كلب. لا يا اخي هذا كله المهرة فين بعد كمان تعمل كده بس خلاص سكنت تاني فين؟ هناك كنت شغال به هناك ها؟ هناك على الشكارة شكرا اجمد عم
راسنا كده باشا. طبعا دي باظه اتاكلت من الميه. بس مجله حمراء. ها؟ علاجها بقى ما تمشيش غير عليها نهائي. حدوه يا جماعه بتضر بعد 60 يوم. يعني الناس اللي مفكره اللي يقول لك الحدوه ما بتقعش من المهره ده مبسوط، لا. اول حاجه بتخليها تصبع، وثاني حاجه بتجيب لها الحمره وهي فيها الحديد في نفس الوقت. يحط لها حاجه دي تخش ولا يحط لها جتراه. حد فرد يا صاحبي كده عادي ولا ايه رايك؟ حلو. يعني احط لها من قد مثلا؟ كل يوم حب واحد حتى يعني قيمته بربع جنيه كده. استنى 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 في العلف ولا في الماء؟ طب العسل العسل الاسود الاسود ده كويس؟ جميل. في طبعا مفيش منه جراكن ولا كلام من ده. في في الناس اللي بتبيع زلع في الشوارع دي تطلب منا ولا عايز يطلب منا؟ ما انت مش مستعجل، ده الحل الوحيد. انما الشغل الكيلوات والرد ما ينفعش. هيتعبك انت. المسمار الجديد مش خشبة. بس نزلتك في الجيش. بس. المغرب دفع. المهرة بدأت تجلى تحت ارتفاع حمرة اهي. زي ما انا بقول لك برضه بدأت تنفش تحت الارض. بدأت الحفر من بره. ها؟ دهنه من بره. دهنه من بره ومن جوه. Ha ha ha!
سيبها كده. نزيل نزيل. ماشي. انت اللي بتبعدي؟ ايه. بس. شوف بطن الحفر. بس المرة دي احنا غلطنا لها غلط طبعا، غلط موت الموت، مش المرة دي اللي تعمل معايا كده. وبعدين المرة دي بقى اظبطها لك اكتر من كده ان شاء الله، عشان اقول لك ان شاء الله. بس قسم بالله قلت له 90,000 مرضى الدولة، 90,000 مرضى الدولة. بقول له انت مطلوبك يديلك تعبان. ايه الصف؟ الحفر كسره. ايه؟ الراجل ده كان شارع في العثمانية. المبرد السنة فات. ما نخش السجن بقى الليلة كلها. عربي هي طبعا عربي يعني، هذا اللي منها الكتير. ما هي فيها عربي كتير. ما رجعش بيشك الأب كلتها العرب. حاجة وحش طبعا. معلش يا سيدي كنت كسرتي. Okay.
كده على مكان المسامير، هنشوف المسامير كان واخد قدين، احنا جبنا اخر المسامير يعني كان فعله كده. لا باين الحفر كان واضح دلوقتي واضح. طالما احنا سلكانين السم الدرس بتاعك لسه معايا واحد لسه هو تعمل ايه؟ صح يا معلم الزاوية دي؟ سيب كده بص سيب حد كل طبعا هوريها لك دلوقتي هوريك الاثنين كانوا ايه واللي ورا احنا ما صورناش اللي ورا بس احنا مروجين عليها برضو تعالى بالصلاة على النبي انطر كده ان شاء الله ما فيش عرج ولا في اي حاجة ما شاء الله بس وقف يا سيدي بسم الله ما شاء الله مش القطران بس وخلاص يا كابتن ماشي يا بابا ربنا يبارك لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته